الأول الرئيسي للثنايا القعدان، وانطلق هذا الشوط وحيل الميكروفون والكلمة للزميل مطلق من علي العنزي متمني له التوفيق ولكم لحظات طيبة وجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا محمد بن بريك. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أحييكم وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب وأبرك ترحيب في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 27 من نوفمبر لعام 2015، حيث ننطلق اليوم في سباقنا المحلي السادس ضمن الجولة الأخيرة مع الكبار. أيها الإخوة المتابعون، انطلق قبل قليل شوط رئيسي لا يقل أهمية بحجمه وبأسمائه وبشعاراته المشاركة عن الشوط الماضي. هذا هو الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان، وهذا هو أول أشواط القعدان من مسافة 8 كيلومترات وأول انطلاقة في هذا الموسم لهذه الفئة ولسن الثنايا من مسافة 8 كيلومترات. وهني هجن الشحانية على انتزاع جولة الشوط الرئيسي الأول، أهني هذا الشعار الأدعم الكبير، وأهني أيضا من قاد جولة إلى خط النهاية بكل ثقة، شاب المضمرين أو شبل المضمرين جابر بن سالم من فران المري، أهني على هذا الفوز ومن قدم جولة في الشوط الرئيسي الأول. بسم الله، وأبدأ مع حضراتكم بإعلان المراكز الخمسة المنطلقة في هذا الشوط. أبدأ بالمركز الأول وأعلن من حصل وانتزع وتقدم بالمركز الأول. هذا هو مشوش على المركز الأول، شعار هجن الشحانية ويضمر مشوش جابر بن سالم من فاران المري. والمركز الثاني هذا هو مغطى، المركز الثاني هنا شعار هجن الشحانية على المركز الثاني، وتواجد المركز الثاني اللي يقود محمد بن خالد العطية وهو مغطي. بهذه المناسبة أهني هذا المضمر وأهني أول الهجن الشحانية على انتزاع الذهب هناك في سلطنة عمان مع هذا المضمر محمد بن خالد العطية الذي حقق رموزا ذهبية بكأسين في هذه البطولة الرابعة التي أقيمت في عمان في السلطنة، وحقق ناموسا أهداه لهجن الشحانية بانتزاع كأسين ذهبيين وأيضا ميداليات أهداها لهذا الشعار وأيضا لأهالي قطر، لأهالي قطر ومحبي هذا الشعار الكبير. أهنيك يا المشاغب، حقيقة أبدعت في مساء الأمس في رحلة مميزة مع الذهب، وأهني أيضا سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني على انتزاع وفوز هجنة بكأسين ذهبيين أيضا حينما قدم الشعار الغرفاوي الكبير وتألق في مساء الأمس بحضور جماهيري كبير مع هذه البطولة الغالية التي أقيمت في نسختها الرابعة في مسقط. أهني أهالي قطر على هذا الانتصار وتحقيق 4 رموز في هذه البطولة. أستمر مع حضراتكم بإعلان المراكز وين وقفنا يا بمريك. عند مغطي على المركز الثاني في هذه اللحظة بشعار هجن الشحانية ويضمر محمد بن خالد العطية، ومن الجانب الآخر موفي أيضا مع مغطي يتقدم بشعار هجن الشحانية ويضمر محمد بن خالد العطية، بينما المركز الرابع يصل الذهبي سالم بن فران المري مرافقا ومتابعا للسريع بشعار هجن الشحانية اللي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس إخوان المتابعين، هذا هو حرب على المركز الخامس، ويضمر حرب جابر بن سالم بن فران بشعار هجن الشحانية. انتهينا من النداء الأول ولله الحمد في هذه المسيرة، مسيرة الكبار، تألق الكبار، إبداع الكبار، ظهور اليوم المهارات، ظهور المهارات اليوم المميزة 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 اليوم، وظهور الأسماء القوية التي تشارك في ميدان الشحانية في
هذا الأسبوع السادس. 8 كيلومترات رقص شحاني، رقص مع الكبار وتألق الكبار وإبداعها. يا سلام، شاهدنا جولة في الشوط الرئيسي الأول تنتزع الشوط الأول انتزاعا موفقا بعد أن فازت بالشوط الأول الرئيسي، ونتمنى التوفيق لهذا الشعار الكبير. أول نقاط الموسم حققت وسجلت، وبدأنا مع كأس الخليج وحققنا الكؤوس الذهبية في هذا الموسم، والقادم بإذن الله تعالى أحلى وأجمل في هذا الموسم، موسم 2015. إلى مقدمة الشوط، إلى المقدمة هناك، شوف المقدمة على المركز الأول، مشوش على المركز الأول، بشعار هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فران في المركز الأول، شبل المضمرين حاضر ومتابع في هذه اللحظة. لكن المشاغب مع هذا الاسم، مع موفي، والله وفيت وكفيت يا أبو خالد، حقيقة وفيت وكفيت، ولكن أنت المشاغب تطمح بالمزيد دائما. اليوم مقدم اسمين مغطى وموفي في هذا الشوط، وتبحث عن ناموس جديد اليوم. ما تشبعت من النواميس يا أبو خالد في مساء الأمس، ناموس اليوم بعد أروع وأحلى في هذا المساء على هذا العرض اللي يقدمه وتقدم هذه الأصايل في ميدان الشحانية، لوحة 4 كيلومترات المتبقية عن خط النهاية. راحت 4 كيلومترات وتبقى لدينا 4 جديدة وأربعة مثيرة وأربعة ممتعة في هذا المساء. المركز الثالث مغطي على المركز الثالث لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يقود المركز الرابع، أتابع حرب على المركز الرابع بشعار هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري. والمركز الخامس يصل عملاق المضمرين مع عنيد بشعار هجن الشحانية، وهذا هو سلطان محمد بن سالم الوهيبي عملاق المضمرين. مرحبا ابو محمد في هذا الانطلاق، وهذا هو اللي يحتل المركز الخامس العنيد في هذه اللحظة. خاتما للنداء، وبدأنا يا إخواني، بدأنا بالاقتراب من مشوش ومن موفي على المركزين الأول والثاني. بدأنا بالاقتراب هنا في هذه اللحظة بعد أن عبرنا من أمام لوحة 4 كيلومترات قبل قليل، وهذه لحظات الناموس. شوف الكادر الفوقاني يحمل اسمين وكبيرين وشعارين، شعار هجن الشحانية ومضمرين عملاقين، هذا هو جابر بن سالم بن فران، وهذا هو محمد بن خالد العطية مع هذا التقدم المميز بشعار هجن الشحانية. إذن لوحة 3 كيلومترات الفيصل عن خط النهاية، بقي أمامنا 3 كيلومترات حقيقة تعتبر مسافة قليلة مع هذه الأصايل التي تتراقص في ميدان الشحانية في هذا اليوم. المركز الثالث مغطي على المركز الثالث لهجن الشحانية عند محمد بن خالد العطية، المركز الرابع عند جابر بن سالم فران مع المركز الرابع، والمركز الخامس عنيد لهجن الشحانية عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وديروا بالكم على عنيد، ديروا بالكم على عنيد اللي يحتل المركز الخامس. يا سلام، انطلقنا وانتهينا وبدينا يا سلام، عودة إلى المركز الأول، يبغي لها تخطيط أبو خالد اليوم، بعد اليوم يبغي لها مشاغبة، مشاغبة مع مشاغب المضمرين. هذا هو اللي يتابع من يحتل المركز الثاني ويتابع من يحتل المركز الثالث، ولكن الموقف خطير بوصول الأسماء العملاقة. يا العطية، حرب وعنيد، والله شبل المضمرين أيضا يقدم اسمين عملاقين، والله ما في حيل اليوم. الشوط الأول حصل مع
مع جولة في الشوط الرئيسي الأول حينما قادها بكل ثقة في الشوط الأول دون أي أوامر وانتزع ناموس الشوط الرئيسي الأول انتزاعا موفقا في هذا المساء. وهذه لحظات الناموس, لحظات الناموس. شوفوا المركز الأول مشوش انطلق مشوش, لكن العطية خطير مع موفي على المركز الثاني. بدأ محمد بن خالد العطية بالمشاغبة في هذه اللحظة عند روحة اثنين, بدأ بتحريك الأجهزة مبكرا العطية. يا سلام, إذن المركز الأول والثاني أذعتهم. أنتقل إلى المركز الثالث, بشوف في تغيير هنا المركز الثالث. هذا هو حرب على المركز الثالث بشعار هجل الشحانية عن جابر بن سالم بن فران. المركز الرابع, الله, وصل عنيد على المركز الرابع لهجن الشحانية وسلطان محمد بن سالم الوهيبي على المركز الرابع, والسريع احتل وانتقل بدوره إلى المركز الخامس بشعار هجن الشحانية. وهذا هو الذهبي سالم بن فران المري, يقوده وينطلق معه. هذه لحظات الناموس. يا سلام, والله فارق كبير جدا يا محمد. هناك المركز الأول والثاني, يعني هل تتوقع أن يكون الناموس بين هذين الاسمين؟ نعم, الفارق كبير جدا حقيقة, حقيقة الفارق كبير جدا. إنما يدل على قوة هذا الشوط وإبداع هذا الشوط. روحة الكيلو متر الأخير, تقدم العطية هنا متابعا لموفي. شوف الفارق الكبير. يا سلام, يلا يا شبل المضمرين, يلا يا شبل المضمرين. الله, مشوش على المركز الأول, مشوش على المركز, سواها العطية. الله, انطلق العطية. قلت لكم التخطيط مطلوب. موفي وفيت وكفيت يا العطية أمس, واليوم الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان ينطلق موفي مع شعار هجن الشحانية. وهني هجن الشحانية على انتزاع موفي هذا الناموس. ولكن المركز الثاني مشوش قادم على المركز الثاني مع شبل المضمرين جابر بن سالم بن فران المري. وهذا هو موفي. أعود لأهني هجر الشحانية أولا على انتزاع موفي وانتزاع أيضا الشوط الرئيسي الأول مع جولة. هذا هو موفي, لحظة وصوله إلى خط النهاية بكل ثقة. يقوده مشاغب المضمرين محمد بن خالد العطية. وفيت وكفيت يا العطية على فوز موفي بالمركز الأول وانتزاع لنقطة الشوط الأول الخاصة بالثنايا القعدان. تهانينا والناموس. هذا هو مشوش, حصل واحتل المركز الثاني, ما قصر. هذا هو مشوش المركز الثالث. المركز الثالث يصل عنيد لهجن الشحانية. المركز الرابع السريع لهجن الشحانية. والمركز الخامس حرب لهجن الشحانية. أيها الإخوة المتابعون, انتهت مجريات هذا الشوط ومنافساته الشيقة الممتعة. حضر شعار هجن الشحانية كعادته دائما, لا يغيب هذا الشعار أبدا, لا يغيب, ودائما يظهر في الموسم, دائما يظهر بالصورة المميزة الجميلة القوية التي يطمئن جمهوره. هذا الشعار الكبير, بدأ هذا الشعار بهذا الناموس في مساء هذا اليوم, وأهدى محبي هذا الشعار وعشاقه ناموسا أيضا ثاني في هذا المساء. تهانينا والناموس. الله, شوفوا التوقيت الزمني يا أخوان. عشر دقيقة 53 ثانية 17 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية مالكي موفي التي تمتلك هذه النوعيات المميزة. أهني مشاغب المضمرين محمد بن خالد العطية على هذا الفوز والانتصار.
وأهني على هذا الفوز وأيضا تهنئة للفاتوح. المركز الثاني 12 دقيقة 58 ثانية و17 جزءا من الثانية مشوش لجنة الشحانية مع جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري. تهانينا والناموس المركز الثالث من فاز بالمركز الثالث عنيد لجنة الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. توقيته الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية تابعوه على الهواء مباشرة 92 جزء من الثانية 11 ثانية 13 دقيقة هو التوقيت اللي سجل مع صاحب المركز الثالث. تهانينا.